دارت في قاس حارو على زكريا سيا. زكريا سيا في نجم الاغنيه واللي عطى الكثير اكيد في مجموعه من المحطات و سوف يشتغل اليوم في المنصه الشرفيه ولا في ساحه الموحدين في اطار التخفيضات التجاريه شتاء 2023. اذا نزيدو جدنا من التصفيقات الحارة على زكريا الصيام. Thank you.
وكل معرض نقولوا وحدي العصر المشاركة ديالتي أول مرة في مدينة ورزازات دازت الأمور صراحة زوينة. الجمهور الورزازي معروف بالنشاط ديالو، معروف بالأمبيونس اللي كتكون فيه، وكان واحد التفاعل مع الجمهور كبير. وكنشكروا الناس اللي صاهرين على هاد التظاهرة هذه الجميلة، وشكرا مدينة ورزازات وتحياتي لكم جميعا. شكرا.